بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، دعوني أتأمل معكم هذه الأساطير وكيف أنبأ عنها القرآن بصورة مذهلة. دعونا نتأمل. اكتشف علماء الآثار حديثا عددا من الأساطير المنقوشة على رقم تاريخية تم تحليلها وترجمتها بعد جهود طويلة استغرقت عشرات السنين. لقد وجد العلماء أن فكرة ابن الإله تعود لمئات السنين قبل اليهودية والنصرانية، وتقول أسطورة الملحمة الهندوسية رميانا: هناك ابن لإله الريح الذي كان يسير بسرعة هائلة، وهناك ابن لإله البناء يدعى نالا. وتقول الدراسات هناك عدد كبير من الآلهة عند هذه الشعوب، وكثير من هذه الآلهة لها أبناء، وإن فكرة ابن الإله الموجودة في الكتاب المقدس مأخوذة أصلا من الأساطير البابلية والفرعونية القديمة. سبحان الله، هل تتصورون معي أن القرآن أنبأ بهذه الحقيقة التاريخية التي اكتشفت حديثا؟ دعوني أقرأ لكم هذه الآيات الكريمة. يقول تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. والإعجاز التاريخي يتجلى في قوله تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فهذه الآية تؤكد أن فكرة ابن الإله قديمة جدا وتكررت لدى الشعوب، فهم يقلدون ويكررون ما قاله الأقدمون في أساطيرهم. سبحان الله. بالله عليكم، كيف تنبأ محمد عليه الصلاة والسلام بأن فكرة ابن الإله الموجودة في الكتاب المقدس هي فكرة قديمة في الأساطير القديمة؟ إنه الله تعالى الذي أنبأنا عن هذا القرآن بأنه كلام الله الحق، وقال فيه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله العظيم.